في اعمال تزوير انتخابات قبل الثوره. فده معناه ان الوزاره بتشكيلها لم يكن لا يمكن ان تنبئ بانها ممكن ان تحقق اي نتائج. ايوه بس استاذ نجاة لما عندما جاءت هذه الوزاره استاذ نجاة متفق على ان الوزاره فشلت وسقطت في عين الراي العام. تمام. عليها ان تتقدم باستقاله والمجلس العسكري ان يقوم بقبول الاستقاله ويسعى تشكيل وزاره بس تمر بالمرحله الانتقاليه الى نهايتها. عندما جاءت هذه الوزاره يا فندم معلش انا اسف عندما جاءت هذه الوزاره الى الحكومه يعني كان في ترحيب شديد بها جدا وقيل انها حكومه الثوره ومن رحب الثوره ومن رحب بدايه التحرير وتم حملها على الاعناق. يعني يا سيدي اللي حصل انه الدكتور عصام شرف كان متواجدا في الميدان وبعض الناس رات في ان تواجده في الميدان انه قادر بس هو تسلم السلطه لم يعد قادر ان يعاقب الناس حتى على سوء اختيارهم. افرض ان ده صحيح، افرض الناس اختارت واحد وطلع بايظ، افرض رئيس الجمهوريه او رئيس مجلس الاعلى اختار واحد طلع بايظ، يخليه بقى يتحكم في رقاب الناس ولا يمشيه ويجيب حد ينفع؟ استاذ نجاد يعني هذا ليس مبرر اطلاقا لابقائه، يعني هو جه هو ساحر، هو زعيم الثوار، جه مسك الوزاره فشلا ذريعا تتحدث عنه الركبان في كل العالم مش في مصر. يعني اسال اي قوه سياسيه اذا كانت راضيه، ينزلوا يسالوا في الشارع. تمسك المجلس الاعلى للقوات المسلحه بعصام شرف ليس معناه الا انها صوره من مبارك، احنا ما يجريش صراعنا. عايزين ترشوا شرف هنخليه. فانا بدعو الناس انها تعلن تمسكها بالدكتور عصام شرف، يمكن المجلس العسكري يعني ويقوم ماشيين. استاذ نجاد يعني انا ليا سؤال الحقيقه في هذا الامر، وهو كن احنا بنتحدث في الفتره الاخيره عن مساله هل هي حكومه لديها الصلاحيات ام لا؟ هل المساله تتعلق بالصلاحيات؟ لا مش تتعلق بالصلاحيات، تتعلق بالحكومه وكفاءه اعضائها وفرصه تدخل. ده ما يعرفوش يدير مدرسه. انا جاي اهو، انا مضطر اخرج بعد اذنك. انا اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم، وتعليقك وصل وشكرا على المداخله يا فندم. ودلوقتي معانا هي معانا تليفونات كتيرة، فاحنا معانا دلوقتي شخصية أيضا متميزة جدا وهي يعني مش معانا لسه. طيب أوكي، هتكون معانا بعد شوية. يعني الكلام واضح، ويعني وده رأي موجود سواء على الأصوات أوساط السياسية أو على سواء الأصوات الشارع حتى، يعني طبعا وسط الشارع أو الرأي العام. خلينا نروح على سبع سنوات سجنا لرئيسة وزراء أوكرانيا السابقة بسبب بيع الغاز لروسيا بعصابة متدنية. أنت عارف أعتقد أن هذا الخبر لم يكن ليحتل لا فقرة الصحافة ولا الصفحات الأولى في أوقات أخرى، ولكنه أهمية خاصة شوية. يعني المحكمة أصدرت قرارها بسجن رئيس الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو لأنها يعني وفقا لحيثيات الحكم أنها عقدت صفقة غاز مكحفة جدا مع روسيا. أيوة. وتسببت في خسارة وصلت إلى 150 مليون دولار. وده خلينا نسأل شوية بقى، طب إحنا مصر في المقابل خسرت كام مليون دولار من صفقتنا في تصدير الغاز لإسرائيل؟ أيوة. وما يثار حولها. شفنا هنا القضاء الكلمة في هذا الأمر. هل في تفاصيل مثلا عددها كانت مستمرة بقالها قد إيه ولا ما كانش فيه؟ يعني تقريبا كان حوالي سنتين يعني كان حوالي سنتين بالضبط. لا ده من أغسطس، أنا آسف، ده من أغسطس الماضي. يعني اغسطس الماضي بدات القضيه. اصلا كان يهمني المعلومه دي. اغسطس الماضي هي كانت رئيس وزراء يعني. فواضح جدا ان الموضوع كان سريع جدا يعني سرعه حقيقة. مصر اليوم صفحه 1، الحكومه تنتهي من تعديل قانون الغد. احنا عندنا فقره كامله هنتكلم فيها هذا أكيد الموضوع طبعا. بس بمنتهى البساطه، هل هذه التعديلات هي مرضيه او هي التي يطلبها او ينشدها السياسيون لضمان شوية التطهير، أو يعني نحقق على قد ما نقدر عملية التطهير اللي كلنا بننادي بيها؟ هي طبعا أعتقد هو أهم حاجة في هذا الموضوع. هو طبعا تم تغييره إلى إفساد الحياة السياسية، وأنا حاسس الموضوع اللي هو إيه، أنتوا زعلانين من اسم الغدر، طبعا احنا هنسميه إفساد الحياة السياسية بس مش هنسميه العزل. مش هنسميه الغدر، هيبقى اسمه إفساد الحياة السياسية مش العزل السياسي. تمام. ولكن هيتم يعني منع الأشخاص اللي هم ثبت تورطهم في قضايا إفساد سياسي من ممارسة الحياة السياسية لمدة 5 سنوات، سواء في الترشح في مجلسي الشعب والشورى أو في المجالس المحلية. بس هو كان الخوف ما كانش من المنع، يعني المبدأ هو واحد، هي يعني الفكرة في التطبيق. أعتقد أن الاختلاف ما بين السياسيين كان على التطبيق، أن هو هل يكون كل من كان ينتمي لأي كان من جهة على طول يعتبر مرفوض، بل ما نثبت لسه هو ده كان ممارسة. هو المسألة دلوقتي تتعلق بشكل مباشر بإفساد الحياة السياسية. مش طريقة الإفساد بقى ده ممكن تاخد سنين. مش شرط انها تاخد سنين، الأسماء معروفة. يعني انت مبدئيا لو جيت على قيادات
الحزب الوطني الديمقراطي المنحل، او لو جيت على كل اعضاء مجلس الشعب بتوع الحزب الوطني اللي دخلوا البرلمان بالتزوير، وده شيء موجود في القضاء الاداري واحكام صادره في هذا الامر. تمام. اعتقد ان المساله كده يعني واضحه ومباشره جدا. كيف يتم ذلك؟ اعتقد هي دي المناقشات اللي مؤخره لحد النهارده صدور القانون، وان كان المستشار عطيه بيتكلم انه سوف يتم اقراره خلال ايام وان هو امام المجلس العسكري. طيب القرارات اللي بتتخذ بمقاطعة الانتخابات سواء من اتحاد الثورة وال25 حزب اللي بيهددوا من الانسحاب من التحالف، فكرة برضو المقاطعة والانسحاب والاختلافات الشديدة جدا اللي ما زالت مستمرة بين الأوساط السياسية سواء منها وبين بعض أو سواء بينها وبين المجلس العسكري. احنا شايفين خلافات، يعني المفروض ان البرلمان ده هيكون هو برلمان الثورة، فيجب ان تكون القوة الموجودة فيه هي قوة تعبر عن الثورة المصرية والشعب المصري وتعبر عن مصر الجديدة في أعقاب ثورة 25 يناير. ولكن في احنا امام قانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشورى، قانون مباشرة الحياة السياسية، وفي بعض التحفظات والانتقادات اللي كانت بتوجه ولم يتم التعامل مع هذه المقترحات او هذه التحفظات، وبالتالي في قوى هددت او اعلنت انها بتقاطع الانتخابات، وفي قوى اخرى شغاله بقى على التحالفات الانتخابيه على ارض الواقع، واو انا هاخد كم مقعد وانت تاخد كم مقعد وبنقسم المساله. لكن احنا اتكلمنا يوم الاربعاء اللي فات انه لا يمكن ان يعني لازم نفكر اكتر في مستقبل مصر ومستقبل مصر الديمقراطيه، ولازم ننجز تحول ديمقراطي حقيقي في مصر، والا هنرتد الى 60 سنه واكتر الى الخلف. وان المساله يا جماعه ان المصالح لا تتعلق بمصالح خاصه او مصالح ضيقه تتمثل في كرسي او اتنين في البرلمان علشان احقق مصلحه عامه، وهي مصلحه مصر. مصلحه مصر اهم من كرسي. ما هو ممكن في رد، ورد يمكن يعتبر يعني ليه معنى، هو ان هو الفكره مش في كرسي وكرسيين، هو الفكره في ان هم كاحزاب النهارده عايز بيحاولوا يكون حضور وجود في المرحله الجديده بالظبط، فهو مش ولكن يجب ان تستحق هذا الحضور. لو هننزه يعني المصالح الشخصيه ممكن نقول ان هو بيناضل للفكر السياسي وللوجود، بس لازم يكون ليك وجود حقيقي مش وجود كرسي. ما هو يعني المشكله كلها احنا تعودنا انك عشان تبقى ليك القوه لازم يبقى ليك كرسي. القوه السياسيه اللي موجوده النهارده على ارض مصر، احنا بننادي ان القوه السياسيه الثوريه الجديده انها تاخد وضعها علشان تقدر تحقق الطموحات بتاعه الشعب المصري. تمام. وان في احزاب قديمه، هذه الاحزاب القديمه اداها في الفتره على مدار سنوات كان اداء سيء جدا، حتى وكان ليهم كراسي داخل البرلمان، عملوا ايه يعني؟ لا بس هو يقول لك اصل دي ما كانتش حياه سياسيه، واحنا كنا مكبلين ومكيدين، وما كانش اصلا يعني احزاب على ارض الواقع كان في امور كثيره جدا كان يمكن ان تحدث. احنا نتمنى ان هذا البرلمان في النهايه يكون معبر عن مصر الجديده التي نتمناها جميعا، ولكن يجب ان نسمو فوق المصالح. الناس ولاد البلد في الشارع بيقولوا كلمه لطيفه جدا، بيقول ان ورا كل واحد نصاب واحد طماع، ورا كل واحد حرامي واحد مغفل، وانا اخشى ان احنا نكون وصلنا الى هذا الحد، ان يكون في ناس ليها مصالح خاصه وشغاله عليها، وفي ناس علشان هي ليها مصالح ايضا بتمشي ورا الناس فبتاخد البلد في سكه تانية خالص. صحيح. تمام. او ان احنا انا اسف في اللفظ ان احنا نطلع مغفلين ونسمح لناس ان هم يسرقوا الثوره المصريه، ده لا يجب ان يحدث اطلاقا. معانا تليفون دكتور ممدوح حمزه. صباح الخير يا فندم. الو الو دكتور ممدوح، صباح الخير. صباح النور يا فندم. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. مع حضرتك استاذ محمد طلعت الهواري، كان حابب يسال حضرتك كام سؤال كده. دكتور ممدوح فندم. دكتور ممدوح صباح الخير يا فندم. صباح النور. مع حضرتك محمد الهواري. احنا بنناقش حضرتك طبعا ما حدث في من اداء للحكومه في احداث ماسبيرو، وشفنا التخبط اللي كان حاصل، هل تم قبول استقاله الدكتور البلاوي ام سوف يستمر في منصبه؟ حضرتك سامعني كده يا فندم؟ لعل سؤال يعني ضعيف جدا، اتفضل. احنا يا فندم بنتكلم عن اداء حكومه الدكتور عصام شرف في الفتره الاخيره، وبشكل خاص في ازمه احداث ماسبيرو. هل المساله كانت تتعلق بصلاحيات هذه الحكومه ام تتعلق باداء الوزراء في هذه الحكومه؟ شوف يا فندم، احنا اللي حصل يوم الاحد ده نتيجه تراكمات، اذكر منها 13 وقعه اعتداء على المسيحيين، اجسادهم ارواحهم ممتلكاتهم كنائسهم، ولم يتم التعامل مع اي واحده منهم بالقانون. أيه. طبعا ده غير مقبول، لو انا مسيحي هرفض ان اتعامل بهذه الطريقه. ادي واحد. نمره اثنين، هناك قانونين تم عمل لجنه خاصه بالعداله الدينيه تبع مجلس الوزراء لم تجتمع. طبعا. واجتمعت من قيمه يومين، طب ليه اتاخرت بعد الاحداث يجتمعوا؟ كان المفروض تطلع قانونين، تجريم التمييز ضد ديني او ضد الاديان،
نمرة اثنين دور العبادة. فأنا أعتبر أن قانون أن وزارة الحالية أخفقت في التعامل بالقانون على اعتداءات واحد من الشعب على أو طائفة من الشعب على طائفة أخرى. يعني فيش عدالة. أيوه. والعدل أساس الحكم. إذن دي مشكلة من أخطر ما يكون. زائد تعطيل إصدار القوانين المفروض كانت تطلع من شهرين. فهذا هو الخطأ الرئيسي لوزارة شرف. أما الخطأ الثاني فالجميع يعلم موضوع البلطجية ما هيش قصة جديدة. البلطجية ظهروا في المسرح البالون، ظهروا في مظاهرة 23 يوليو في العباسية، ظهروا أمام السفارة، وبيظهروا في كل مكان في تجمع سلمي يطلعوا عشان يشيطنوا الثورة. البلطجية اللي عملوه يوم الحد هو أيضا شيطنة الجيش. فين ملاحقة البلطجية وتكفيف منابع تمويلهم؟ ونحن نعلم من يعني أي واحد في الشارع عارف مين بيمولهم. أكيد طبعا. طبعا. طيب دكتور ممدوح، حضرتك شايف ان مع التعديلات اللي هتحصل ومع اقرار قانون العباده الموحد المفروض برضو يكون خلاص في اطاره للتنفيذ، يعني هل حضرتك شايف يا فندم ان ده بدايه الحل او بدايه مراجعه الاخطاء ولا الموضوع اكبر من كده؟ لا يا فندم، بدايه الحل بالنسبه احنا نتكلم في الموقعه بتاعت يوم الحد. أيوة. عشان نركز في الموضوع. طيب. مش هنقدر نحل مشاكل مصر كلها عشان يوم الحد ده صعب، انما لا يوجد، لن يتم حل مشاكل مصر طالما هناك بلطجية مدفوع لهم أجر من النظام السابق، إن كان العائلة ولا رجال أعمالها ولا الحزب وبعض الجهات الخارجية الأخرى بتدعم جهات أخرى غير البلطجية، ما لم يتم تكفيف منابع تمويل البلطجية بل واعتقال البلطجية إلى أن حل محاكمتهم لن تحل مشكلة مصر. في كل تجمع سلمي سيتم إنهاء الفصل الأخير فيه بأحداث تمام. وصلت يا فندم، مرسي جدا لحضرتك وشكرا لمشاركتك معنا يا فندم، وإن شاء الله نشوفك قريب في استوديو كالعادة معنا. مرسي يا فندم جدا. شكرا دكتور ممدوح حمزة. موضوع مهم جدا اللي أشار لي دكتور. طبعا ممدوح. هو شك لا يستهان به، لأن أنت لو تلاحظ برضو أن في الأحداث اللي حصلت، يعني حادث زي حادث كنيسة سول أو أحداث إمبابة، الموضوع كان بيخلص بجلسة عرفية. الجلسات العرفية أو القضاء العرفي هو يدل على شيء واحد بس، أن مفيش دولة ومفيش مؤسسات وأن مفيش قضاء مدني يعني ناجز يقدر يساعد. اتفقنا أو اختلفنا مع بعض الشخصيات اللي موجودة على الساحة زي الشيخ محمد حسان أو الدعاية صفوت حجازي، ولكن ليسوا هم دول اللي معهم مفاتيح حلول لمصر. برضو موضوع بطاقية أنا مصر عليه، بطاقية لأن كتير. مثلا الأخوة الأقباط قعدوا اسبوع تقريبا في 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 الاعتصام اللي قبل كده امام ماسبيرو ولم نرى اتكلمنا جزء من العنف يوم اصلا. يوم احداث ماسبيرو تم الاعتداء بالاسلحه على المسيره وهي في طريقها من شبرا الى ماسبيرو واتضربوا في الاولى دي. طب لو الناس معاها سلاح ما ردتش الاعتداء اللي عليها ليه؟ يعني في حاجات كتير قوي، يعني احنا لازم يكون عندنا شفافيه. موضوع خلق من اطار المقولات، يعني ده داخل في منطقه عندنا لازم يكون عندنا شفافيه وقائع، يعني عندنا شفافيه صحيح في محاولات لاجهاض الثوره المصريه ومحاولات لاحداث وقيعه ليس فقط بين المسلمين والمسيحيين ولكن بين الشعب والجيش. أيوة. يعني في مسائل عديدة جدا، والمجلس على القوات المسلحة يعني أنا واثق أنه لديه من المعلومات الكافية ولديه من الإمكانيات الكافية أنه يردع كل ذلك ويحط كل واحد في حجمه الطبيعي. بالرغم من أن كان في توقعات بتأجيل هذه الخطوة بعد أحداث يوم الحد، إلا أن اليوم بدأ تلقي أوراق الترشيح لمجلسي الشعب والشعوب. في 27 محكمة استئناف هتبدأ تتلقى الأوراق بتاعة الترشيح، ولكن ما زلنا نتحدث عن المخاوف من الوضع الأمني. ما زلنا نتحدث عن بعض المشاكل تتعلق بالدوائر وتقسيم الدوائر، وقيل أنه سوف يعاد النظر في هذا الأمر. ولكن عندما نتحدث عن أطراف مستفيدة من أوضاع سابقة ومرة واحدة هذه الأوضاع بتتغير، لن يكون هذا التغيير سهلا ولن يسمحوا بأن يتم هذا التغيير على خير، ولكن سوف يحرصوا كل الحرص على ان هم يعني يعرقلوا هذا الامر وتشويه صورته. عايز بس اذكرك بحاجه واذكر الساده المشاهدين، عندما كنا نتحدث عن محاكمه الرئيس السابق او المخلوع سميه ما شئت، كانت تحدث بعض الاحداث مثل كنيسه سول ثم امبابا. الان اصبح الامر يتعلق بقانون العزل السياسي، فبالتالي لما جينا نتكلم على العزل السياسي لازم نحط كل شيء في سياقه ونربطه بالتصريحات اللي قالوها اعضاء الحزب الوطني المنحل ان هم سيقتحموا المحافظات وان هم يعني
فكده اصبح واضح جدا من هو البلطجي ومن هو المحرض ومن هو المساهم. هؤلاء الاشخاص ساهموا على مدار سنوات في افساد الحياه السياسيه بسلاح المال وبتزوير الانتخابات وباستخدام سلاح البلطجه ايضا. فاعتقد الامور كده واضحه ولا تحتاج التأجيل اكثر.